عندي في يونت 61 افعال تحتوي على اي ان جي، يعني انا عندي فعل هذا الفعل دائما لازم يجيني وراء افعال تجي على اي ان جي. هنا كاتب لي ملاحظه شو يقول، يقول after some verbs we can use an ing form for example suggested going enjoy كذا. المهم اذا في هذا اليونت انا عندي افعال يجيني وراهن تركيب ال ing، افعال يجيني وراهن تركيب ال ing. عندي افعال، افعال تجي وراها فعل ب ing. عندي avoid driving اخذ ال ing، عندي finish typing اخذ ing، عندي practice throwing اخذ ing، عندي given اخذ ال ing. نكتب ملاحظه مهمه جدا، نكتب ملاحظه مهمه جدا على هاي الامثله. الملاحظه شو تقول؟ الملاحظه شو تقول؟ نلاحظ ان هذه الافعال، نلاحظ ان هذه الافعال ياتي دائما بعدها اي ان جي، ياتي بعدها دائما اي ان جي، فعل ب اي ان جي. بالرغم من اختلاف الزمن، بالرغم من اختلاف الزمن، يعني حتى لو اختلف الزمن اللي وراها ثابت ب اي ان جي. الاولى avoid فعل مجرد اخذ اي ان جي، الجواها finish ماضي ايضا اخذ فعل وراء اي ان جي، عندي practice ايضا اخذ وراء اي ان جي، عندي given تصريف ثالث للفعل اخذ وراء اي ان جي. فالزمن ما له علاقه في ما ياتي بعدهم، هذا اللي يجي وراهم دائما اي ان جي. اذا كان الفعل هذا دا احكي على افعال، انا هسه قاعد احكي عن الافعال اللي هم ذني افعال مالت الافويد وجماعته، هذول دائما يجين وراهم فعل ب اي ان جي بغض النظر عن هم شلون يجي شكلهم، مره تلقاهم تصريف، مره نلقاهم كذا، ما له علاقه. We use mind، نستخدم الفعل mind in negative statement and in question. نكتب ملاحظة مهمة، دائما الفعل mind يفضل انه احنا نستخدمه في حالة النفي والسؤال، يعني هذا الفعل يفضل ان يأتي في حالة النفي والسؤال، هيك يفضل ان يأتي في حالة النفي والسؤال. الملاحظة الثالثة، اليونت النقطة الثالثة، اكو افعال يفضل ان يجون بالامتحان ويا الكانت. نركز على هاي الملاحظه كلش مهمه. اكو افعال اللي هم الهاب والريسست والفيس والستاند، احنا هسه ما نريد نخربط امورنا، احنا ما نريد نخربط امورنا. هذا اليونت كليته دائما يجيني وراء افعال بي اي ان جي، ولكن هذن الافعال اللي بيهن اي ان جي بيهن حالات خاصه. شلون يعني حالات خاصة؟ يعني المايند يجيني ويا النفي والسؤال، أما الهيلب والريسست والفيس يجوني ويا الكونت. زين، لازم أعرف أن كونت هيلب كودن، إذن الكونت، الكونت والكودنت هذني إلهن أفعال معينة اللي هم الهيلب والريسست والفيس والستاند. زين، إذن أنا إذا لاحظ عندي كونت وراها help وراها فعل ب ing، هنا راح يجيني سؤال بالامتحان يقول لي can't help لو mind مثلا. المايند ما تجيني ويا الكانت، الهيلب يجيني ويا الكانت، لذلك راح اختار الكانت. راح يجيني هنا مثلا بدال الكودنت، هاي عندي resist، resist يجيني مثلا هنا وقال لي resist لو finish. طبعا احتمال المعنى بالعربي نفس المعنى، بس شنو السبب؟ السبب انه couldn't يفضل انه تجي ويا resist. هذا برقم 3، كل اللي بيه امثله هاي تنقري مهمه جدا. عندي رقم 4 قايل لي keep on و carry on. الكيب دائما عندنا اذن الكيب و keep on، ذني اثنيناتهم يجوني وراهم فعل ب اي ان جي، وهذول دائما يدلون على الاستمراريه، يعني دائما، يعني خليني انطيهم معنى بالعربي. انا راح اصيغ لهم معنى بالعربي حتى لو غلط ما عندي مشكله، بس اهم شيء اوصل الفكره. يقول يعني انا اريد اعطيهم ترجمه ان الفعل كيب، فعل كيب هذا هو كاري اون، راح انطيهم معنى بالعربي بمعنى مستمرا بي،
يعني just keep مثلا just keep يعني استمر بي، ابقى مستمرا بي هيك. يعني مثلا Nick keeps running Rutter and asking her out. Keep راح أقول Nick بقى مستمرا بالاتصال على ريتا. يعني اني كيب هنا وكأن بها استمرارية الموضوع هنا. اذا كيب بها استمرارية، كيبت اون بها استمرارية. اذا لاحظ احنا ذكرنا الزمن ما له علاقة بالموضوع ابدا. انا لما اقول بها استمرارية يعني معناها معنويا، معنويا مو معناها المضارع مستمر. لا انا ما قاعد احكي عن المضارع المستمر، انا قاعد احكي عن هذا الفعل يدل معناه على الاستمرارية بالشيء. لاحظ كيبت اون فعل بعد اي ان جي ويدل على الاستمرارية، معناه بالعربي للاستمرارية. إيه هنا ايضا دل على الاستمرارية، هنا دل على الاستمرارية. هاي الامثلة تنحفظ. صيغة السؤال بالامتحان ممكن يجيب لي كيب لو مثلا سيف، سيف يبقى او ستي يبقى، وكيب هم يبقى نفس المعنى. بس ليش استخدم كيب؟ لان الكيب تجي بهذا الشكل، الستي ما تبقى ما تجي بهذا الشكل، ستي يبقى. يعني هسه انا لو اجيت بدلتها راح اقول نيك ستي رننج، يعني نيك بقى يتصل، كمعنى نفس الشيء. كل مشكله ماكو بالمعنى، ولكن بالقواعد بالانجليزي غلط، لان الكيب يجي وراه فعل بي اي ان جي يدل على الاستمراريه، اما الستي معناها يقيم يسكن بهذا البيت. فشوف نلاحظ كل شيء صغير. كاري اون ايضا عندنا نفس الحاله، عندنا carry on نفس الحالة. just carry on يعني بس استمر بي، خلط ال until it boils أو تحريكه حتى يسخن أو حتى يتبخر، هيك المعنى مال هذه الجملة. إذا لاحظ هنا carry on keep on معناها شنو؟ معناها تدل على الاستمرارية، تدل على الاستمرارية.